ثم بدا على ذمه الخضر من 2004. تمشي كره طويله حذاري من الكره الثالثه، حذاري بالراسيه والهدف الثاني مش معقول. الهدف الثاني كنا نبان عبد الله كوني، عبد الله كوني يسجل ثاني الاهداف. اول دقائق الشوط الثاني توهان بالدفاع، مش ممكن مش ممكن السيناريو القاتل. الهدف الثاني لنادي السد، هدف مبكر جدا يعني يقطع الاقدام. هدف الثاني نادي السد، كنت ننبه على المخالفات يا اخي، مش معقول مش ممكن. شوف الراس طلع وحده وشوف الكره الاخر وحده. الاكسيال عبد الله كوني متوسط الدفاع يضرب كره في السيمتر في 5 متر و50 ويحط الثاني. شوف الكره، شوف المشهد، شوف الهدف الثاني.